أكدت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كريمة أبو النور أن الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية المصرية. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. احنا اتعمل كم مبادرات، يعني هو تم إهمال الملف في فترة من بعد التسعينات لحد 2000 مثلا و14، من 2014 ابتدى الاهتمام بشكل واسع جدا تاني بالملف، وزي ما حضرتك ذكرت كم المبادرات اللي اتعملت. بس عندنا مشكله، اول حاجه انه المبادرات دي مش متكامله مع بعض، يعني بنطلع مبادره وبعدين نطلع مبادره وما بنشوفش احنا حققنا ايه في المبادره دي وناقصنا ايه في المبادره الجديده، فاحنا مش متكاملين مع بعض. وعشان يحصل التكامل ده احنا كتنسيقيه قدمنا مقترح انه المجلس القومي للسكان يعاد الى رئاسه الجمهوريه. المجلس القومي للسكان بالظبط كده، لانه هو كان في الفتره اللي كان شغال فيها كويس كان بالفعل تحت رئاسه الجمهوريه، وبعد كده انتقل لمجلس الوزراء، وبعد كده اتنقل لوزاره الصحه، فبعد كده بقت المبادرات اللي بتطلع من عند رئاسه الجمهوريه او من الوزارات المختلفه ما بيتمش التنسيق ما بينها. احنا شايفين انها لما هترجع لرئاسه الجمهوريه هتبقى كل المبادرات دي موجوده تحت المظلة دي.